اليوم تمت عملية نقل كل المواطنين الذين تم ترحيلهم من مصر وفرنسا بتاريخ 20 مارس أخضعوا للحجر الصحي على مستوى فنادق الولاية في ظروف مريحة، حيث كل مصالح الدولة على المستوى الولائي تكفلت بضمان إقامة مريحة لكل هؤلاء المواطنين، سواء من الناحية من ناحية التكفل أو من ناحية الرعاية الصحية أو من ناحية التغطية الأمنية. العمل هذا يعني الحمد لله يعني كان جبار على مستوى ولاية قسنطينة، بس كان تكافؤ ما بين الأمن وما بين مديرية الصحة ومديرية السياحة، يعني كنا نسكو بين بعضنا وكنا ناخذ بالنصائح وبالتعليمات اللي يعطيوها لنا. انا بيرسونيل ما كنتش نستناك تنظيم كيما هذا، يا شغل كنت جاي كنت خايف تنقول اسكو حيحطونا في اوبرج اسكو حيحطونا في بلاصه هكذا. الحمد لله شغل اوتيل كيما هذا يا ما شاء الله، الاستقبال كان مليح، الدوريه تاع الطبيب كانت يعني كل يوم، يعني المستوى تاع الغذاء تاعنا كان بزاف مليح. اليومات هذوما اللي فاتوا كانت في الليل تاع الشتاء، كانت الوحده تاع الصباح زوج تاع الصباح نفتح الطاقه نطل نلقى رجال الامن قاعدين ندخل لي فواتير تاعهم يعسوا علينا، وين حنا كنا مغطيين هما برا بيتين في لي فواتير تاعهم. دونك بارك الله فيهم كامل الناس اللي سهروا باش كيما نقولوا الحجر الصحي هذا يجوز في هذا كيما نقولوا لي كونديسيون اللي جازوا مليح. خدمات ما شاء الله والناس هايلين والناس ما شاء الله وقاموا بنا الحمد لله وبارك الله فيهم.